السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة إخبارية من قناة الجمهورية، في مستهلها نرحب بكم. تشهد جبهات نهم ومارب معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية لليوم الرابع على التوالي، وسط أنباء عن تقدم القوات الحكومية فيما ذكرت مصادر أخرى تحقيق الميليشيا تقدما باتجاه معسكر ماس قبل أن تطردها القوات الحكومية منها. وتأتي معارك اليوم بالتزامن مع غارات لطائرات التحالف العربي، حيث دمرت منظومة صاروخية لميليشيا الحوثي في مديرية مجز. كانت الميليشيا قد أكملت تركيبها لقصف مواقع الجيش والأحياء السكنية في مارب، وأسفر القصف عن تدمير المنظومة الصاروخية تماما. كما استهدفت غارات جوية مواقع وآليات عسكرية للميليشيا في عدة جبهات في محافظة مارب. وقتل قائد ميمنة جبهة نهم لدى ميليشيا الحوثي القيادي مران المراني وعدد من مرافقيه، فضلا عن أسر 22 عنصرا حوثيا. وتمكن الجيش الوطني من استعادة مواقع في قبضة الحوثيين في فرضة نهم بالتزامن مع قصف طيران التحالف لتعزيزات حوثية بمنطقة نجد العتاق. على نفس السياق، هزت انفجارات كبيرة منطقة سنحان وسط تحليق مكثف لمقاتلة التحالف العربي، حيث استهدفت الضربات الجوية مخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي. أسقطت قبائل البيضاء الأربعاء طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي في سماء المحافظة، وذلك بعد ساعات من توجيه الشيخ ياسر العواضي دعوة لآل عواض من الجريبات إلى المريا وآل الثابتي للاحتشاد فورا وتشكيل سرايا محور ردمان الدفاعية. وقال العواضي في سلسلة تغريدات بعد مرور شهر ونصف على قضية العار وقتل الشهيدة جهاد ورفض تسليم الجناة للعدالة، فإني أدعو كل أبناء البيضاء ومارب وشبوة وكل القبائل التي تواصلت إيجابيا إلى الاجتماع اليوم بردمان. وجاءت دعوة العواضي بعدما استهدفت قبائل الشعب الموالية لميليشيا الحوثي المناطق السكنية في ردمان بقذائف صاروخية، وبعد فشل جهود الوساطة في تسليم قتلة جهاد الأصبحي إلى العدالة. انتقدت الأمم المتحدة الأربعاء عدم وفاء المانحين بالتعهدات المالية التي أعلنوا عنها في مؤتمر اليمن الذي عقد مطلع يونيو الجاري في السعودية، مؤكدة أن كورونا دمر اليمن تماما. وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة إيري كانيكو، لا تزال الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء نقص التمويل لأكبر أزمة إنسانية بالعالم، حيث يتعرض اليمن لخطر كورونا، داعية جميع الجهات المانحة إلى الوفاء بتعهداتها على الفور والنظر في زيادة دعمها. وكانت الدول المانحة التي شاركت في المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد افتراضيا لحشد الدعم المالي للجهود الإنسانية في اليمن أعلنت تقديم مساعدات مالية بقيمة 1,350,000,000 دولار. وصلت الدفعة الأولى من شحنة الإمدادات الطبية المقدمة إلى منظمة الصحة العالمية WHO من مجموعتها السعيد أنعم الأربعاء إلى مطار عدن الدولي، وذلك ضمن مساهمتها في جهود المبادرة العالمية لمواجهة كوفيد-19 في اليمن، والتي تمثل إطاراً للشراكة بين عدد من الشركات متعددة الجنسيات والأمم المتحدة. وتحتوي الشحنة على 43 طناً من مستلزمات المختبرات وأجهزة التنفس الصناعي ومجموعات الاختبار والفحوصات وأجهزة PCR ومعدات الوقاية الشخصية الحيوية لمكافحة فيروس كورونا، وكذا على 426 جهاز تنفس صناعي وأكثر من 1,000,000 قطعة من معدات الوقاية الشخصية. ومن المقرر أن تصل بقية الشحنة تباعا غدا وبعد غد على 4 دفعات، شحنتان منها إلى مطار صنعاء وشحنتان بالمثل إلى مطار عدن الدولي. في جريمة مروعة، أقدم شخص بإحدى قرى مديرية السياني في محافظة إبل الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي على قتل زوجته ووالدها، فيما أصاب شقيقها بإصابة بالغة داخل منزلهم في قرية الجزيئات قبل أن يلوذ بالفرار. وكان الجاني قد ذهب إلى منزل عمه والد زوجته لإعادتها إلى منزله، لكن الزوجة رفضت العودة معه ليقدم على قتلها وعلى قتل والدها، إلى جانب تسببه في إصابة شقيقها الذي تم إسعافه إلى أحد المستشفيات. إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز ما جاء فيها.
في نهاية نشرة أجمل التحايا لكم، إلى اللقاء.